يعد جوز الهند من الثمار الصحية والشهية المعروفة منذ القدم، حيث يمكن استخدامه بعدة طرق، سواء الماء الخاص به أو الحليب أو الزيت أو لحم جوز الهند اللذيذ، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالمعادن والأحماض الدهنية المفيدة التي تعطي للجسم طاقة وتمكنه من الاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية، مما يزيد من قدرة الرياضيين على التحمل، بالإضافة إلى فوائد جوز الهند للبشرة وفوائد زيت جوز الهند للشعر. السلام عليكم، مرحبا أصدقائي في قناتكم صحتك أمانة. في هذا الفيديو سوف تتعرف على فوائد زيت جوز الهند العظيمة للحروق بالتجربة. زيت جوز الهند الحل الأمثل لعلاج الحروق بأنواعها. استخدام زيت جوز الهند هو واحد من أفضل العلاجات الطبيعية للحروق، فالزيت له خصائص حاسمة تجعله فعالاً ليس فقط لعلاج الحروق، ولكن أيضاً منع العدوى الثانوية، ترطيب الجلد، تسريع عملية الشفاء، وتقليل الندوب الدائمة أو علامات من الحروق. وفيما يلي شرح مفصل لفوائد زيت جوز الهند للحروق. أولاً، يخفف الشعور بالألم. أظهرت الأبحاث أن زيت جوز الهند له خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد على تهدئة الألم الناتج عن الحروق من جميع الأنواع، لأنه يحتوي على فيتامين ه والمعروف أيضاً باسم توكوفيرول. ثانياً، يحمي جهاز المناعة. زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية، لها خصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة، يمكنها حماية الحروق المعرضة من العديد من العوامل الممرضة والمهيجات والملوثات من البيئة الخارجية، حيث أن واحد من أكبر عوامل الخطر التي تعقد الحروق هو خطر العدوى. استخدام زيت جوز الهند يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من قابليتك لهذه العدوى الثانوية الخطيرة. ثالثاً، يساعد على إتمام الشفاء سريعاً. زيت جوز الهند قادر على اختراق عميق وزيادة معدل النمو وتضميد خلايا الجلد التالفة. يمكن للفيتامينات وبوليفينول في هذا الزيت تقليل إجهاد تأكسدي في هذه الخلايا المتضررة بالفعل، وتسريع عملية الشفاء بشكل كبير، مما يجعل الشفاء أسرع. كما يعمل زيت جوز الهند على تحفيز تدفق الدم إلى المناطق المصابة بحروق، والتي تجلب الأكسجين والمواد الغذائية، حيث تكون هناك حاجة إليها أكثر من غيرها. نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ودمتم بخير.